خلال الدورات تبين أن هناك اتفاقيات تعود إلى عهد النظام السابق اللي كان الأمير الصف موسي الوالد ورئيس المجلس يؤشر عليه، بمعنى أن الاتفاقيات تعود إلى سنة 2008 ولم تنجز ولم تفعل. يمكن نقولوا أنه هذه الأموال المرصودة لهذه الاتفاقيات كتبقى جامدة، علاش؟ والبيضاويين والبيضاويات هم محتاجين هذا الشيء من 2008 إلى 2024، شنو؟ 16 عام باش مازال هذه الاتفاقيات حتى اللي اقترحوا عمرهم شو عبد الله الله يرحمهم ولا اقترحوا المشروع، واش هذيك العقار اللي اقترحوا بهذاك المشروع واش هو مازال ولا ما بقاش؟ وبالتالي كنطلبوا بعقد جمع ديال اللجان المشتركة من بعد الدورة هذه واللي ندرسوا فيه نقطة نقطة، يعني اتفاقية ونحيلهم على الدورة الاستثنائية لاتخاذ قرار وبرمجة الأموال المرصودة لهذه الاتفاقيات لتحقيق مطالب البيضاويين والبيضاويات. مع الأسف أن في الدورة السابقة وقلت من هذا المكان هذا أنه واش عندنا فائض حقيقي جاي من الميزانية المرصودة ولا أمر ولا هبة. كنا كنسمعوا كاين 40 مليون ديال الدرهم باقا، وقلت انه راه الرئيس وقيلا غادي يدخل يمكن يلقى بحال ديك اللي حاطين ليه حصيره فوق مطموره فاطيه هو. اليوم فوجئت وتفاجأت جاي مجموعه من الاعضاء ديال المجلس ما كانوش يقولوا لي ان الميزانيه المتبقيه ولا المبلغ المتبقي للبرمجه هو 60 مليون سنتيم. شنو نديروا لهم؟ بحكت قلنا 4 مليار اليوم 60 مليون. هذا لابد اننا تكون عندنا على الاقل معطيات حقيقيه، لان بناء على معطيات حقيقيه محينه يمكن لنا اننا نقدموا مشاريع. ما نبقاش نقدموا مشاريع وهميه، غير انا نجي نقول خصني نبني هنا تيران وندير هنا سبيطار وندير هنا، ولكن في الواقع ما يدارش. ما يمكنش يتنجز في غياب ميزانيه في غياب هذا، غادي يكونوا غير تنشيرو. وانا ضد تشير، انا ضد برمجه حقيقيه مبنيه على دراسه علميه، وبالتالي ان هذه الذي تنقولوا دم الوجه الذي يعتقنا في هذا المجلس والذي ذاك هو الغاء مجموعه ديال الاتفاقيات. على الاقل نفذوا الاتفاقيات اللي تمت المصادقه عليهم من طرف هذا المجلس، ما نخليوش هذا المجلس هذا في فما ديال الانتقادات. اليوم الناس اش يقولوا؟ والمجالس السابقه على الاقل دار بذلك، حنا شنو قلنا؟ بالتالي انا ادعم المساله ديال الغاء مجموعه ديال الاتفاقيات، و اطالب اننا نصرعوا بها لان هي الحل الوحيد اللي يمكنكم السيد الرئيس بمعية الفريق ديالكم على اساس انكم تخرجوا مجموعه ديال المشاريع الى حيز الوجود. اليوم خلال هذه الجمعه ديال اللجان يفوتنيش انني ندور بمدير ديال شؤون الرئاسه، كنت السيد هاني راني نختلف انا وياه عده مرات، واختلفت انا وياه هو وذكرته بالاسم، قلت له انا ما نتفقش معك على هذه، ولكن اليوم انا كنوه به لانه قدر يقدر انه يهيئ لنا الوثائق. كنجيو للجنه كنلقاو الوثائق متوفره قالت يمكننا اننا نفتحوا فيها النقاش عكس ما كان سابقا.
فأتمنى لكم التوفيق وشكرا السيد الرئيس على كل. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.